قافلة الهدى الدعوية. وعندها يسأل نفسه لما خلقني الله، لما أنا موجود، هؤلاء الموتى قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، فما أحوجني أن أملأ صحيفة عملي بذكر الله، ما أحوجني أن أترك المحرمات، ما أحوجني أن أترك الشهوات، ما أحوجني أن أستفيق من غفلتي وأن أعمر آخرتي وأن أصلح ما بيني وبين ربي، ما أحوجني إلى دمعة تطفئ حرارة قلبي ويبسل بها ذنبي ويرضى عني ربي، ما أحوجني أن أفكر بما خلقت ولما وجدت. أكمل الناس توفيقا من حقق هذه الأمور وعلم أن الله لم يخلقه عبثا ولم يجده سدى. عندها يبكي على الدقيقة فضلا عن الساعة، يبكي على الثانية فضلا عن الدقيقة، عندها يعلم أن الله لم يخلقه عبثا وأن الله لم يجده سدى، فيتحرك إلى ربه بشوق، يتحرك إلى الله بمعرفة، يتحرك إلى الله بانكسار، يرجو من الله أن يجبر كسره وأن يرحم ضعفه. ولا يزال هذا الذكر للآخرة يحركه، كلما غفل في الدنيا ذهب إلى القبر فنظر إلى أبيه وأمه وأخته وأخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه، أين الأعمام والأمات والإخوال والخالات والإخوان والأخوات والأصحاب والأحباب، من الذي أرقاني من بعدهم؟ فإذا كان موفقا تحرك قلبه إلى ربه بهذا الأمر وجعل هذا الأمر ديدنه. والله لو أن أهل القبور سئلوا عن أحب شيء ما تمنوا القصور التي كانوا يسكنونها، ولا المراكب التي كانوا يركبونها، ولا الخلان ولا الإخوان ولا الأعواد ولا الأوتاد ولا الأمجاد، ما تمنوا إلا تسبيحة تزاد في صحيفة أعمالهم، أو استغفارة تزاد في صحيفة أعمالهم، أو خيرا يرجون به ربهم. الموفق هو الذي عرف حقيقة الأمور وأزال الله عنه الهوى والغي والشرور، فأيقظه من غفلته ونبهه من منامه. الناس تلهو وتلعب وهو في عزة وكرامة بطاعته لله عز وجل، ولا يزال العبد يتذكر الآخرة حتى يزهد في هذه الدنيا ويعرف حقيقتها وحقيقة أهلها، يعرف فيها الغش والكذب، فيترك الغش والكذب إلى دار الآخرة التي أهلها أهل صدق وأهل جد، يترك هذه الدنيا بنفاقها وريائها وزهوها إلى الآخرة المليئة بالرحمة وبالعفو والمغفرة، فيعد للأمر عدته. وقال الله في كتابه: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إن من توفيق الله أن تعلم أنه إذا دنت ساعتك وحانت سكرتك أنك تستفيد إفاقة ما أفقت في الدنيا مثلها، وجاءت سكرة الموت بالحق، وقيل وجاءت بالحق سكرة الموت في قراءة، أي أن سكرة الموت جاءت بالحق الذي لا باطل فيه. عندها ينكشف للإنسان سراب الدنيا، وهذه الدنيا التي عاشها 20 أو 30 أو 60 أو 100 سنة تمر كلحظة واحدة. يقسم المجرمون ويوم تقوم الساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هول تنتهي عنده الأشياء وتنقضي. التوفيق أن تتذكر أن الله عز وجل خلقك لتوحيده وعبادته، وأن هذا اللهو واللعب كله سينتهي إذا انكشف الغطاء. غدا غدا ينكشف الغطاء، كم شدة من بعدها رخاء. لا ينبغي للإنسان إذا أراد التوفيق أن يلهو مع اللاهين، وعليه أن يستفيق وأن يسلك الطريق الذي يقربه إلى الله، وأن يسعى إلى الله حثيثا، وأن لا يبالي بشيء إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى.